بعد إعلان إيلون ماسك تقييد عدد التغريدات التي يمكن أن تقرأها على تويتر، شهدت التطبيقات المنافسة انتعاشاً واضحاً. طبعاً من ضمن هذه التطبيقات بلو سكاي التابع لجاك دورسي، وخلينا نعرف من هو جاك دورسي. جاك دورسي هو ليس إلا مؤسس تويتر الأصلي. المنصة الناشئة توفر ميزات مشابهة لتويتر وشكل المحتوى مشابه لتويتر في الواجهة والألوان وشكل المنصة كذلك وشكل الملفات الشخصية. طبعا من جهة أخرى أيضا لدينا مشاهدينا ثريدز، هو اللاعب الجديد في عالم التدوينات المصغرة ويأتينا من شركة ميتا. طبعا لميس كالعادة لديها المزيد من التفاصيل، خلينا نشوف شو عندك يا لميس. عندي معلومات عن هاي التطبيقات الجديدة اللي يمكن تكون هي المستقبل. رح يصير في عنا شكله يعني استغلوا الفرصة هما لا طبعاً. شلال من التطبيقات الجديدة اللي لسه منعرفهاش. بس هلأ هدول المكتسحين ثريدز وبلو سكاي. أوكي تمام. دفعت القيود والتغييرات المتلاحقة على سياسة تويتر التي لا تحظى بشعبية كبيرة إلى رغبة المستخدمين في استكشاف منصات جديدة. بلو سكاي التطبيق الجديد لمؤسس تويتر جاك دورسي يستهدف جذب مستخدمي تويتر الذين يشعرون بالإحباط من الاتجاه الذي تسلكه المنصة تحت إدارة إيلون ماسك. ظهر بلو سكاي على متجر أبل في فبراير الماضي، وبحلول نهاية أبريل وصل إلى أكثر من 50,000 مستخدم وفقاً لموقعه على الإنترنت. حالياً لا يمكن فتح حساب على بلو سكاي إلا بدعوة من شخص يملك حساب على المنصة، والبديل حجز الدور على قائمة الانتظار. أما ثريدز فكان الغرض من ورائه في الأساس هو منافسة سناب شات في 2019، لكن ميتا تخلت عن الفكرة وأحيتها الآن لتنافس تويتر أيضاً. ثريدز وبلو سكاي يشبهان في تصميمهما تويتر في الواجهة والألوان وشكل الملفات الشخصية. الفارق أن بلو سكاي منصة لا مركزية تسمح لمستخدميها بالتحكم في خوارزمياتها والسيطرة على البيانات بشكل كامل. ينضم إلينا من الكويت عبر زوم المدير التنفيذي لشركة ريان سوفت للبرمجة أو لبرمجة التطبيقات نادر أحمد العز الدين. صباح الخير نادر. صباح النور، حياك الله. هل لك أن تخبرنا أكثر عن منصة ثريدز هذه اللي يمكن اليوم يستغلون الفرصة أنه إيلون ماسك يطفش المتابعين أو السبسكرايبرز على تويتر، ويمكن نشهد انطلاق المزيد من هذه المنصات، يعني أكيد هي فرصة سانحة اليوم، فممكن تخبرنا أكثر عن منصة ثريدز؟ منصة ثريدز هي المنصة كانت في محاولة سابقة تقريبا قبل سنة أو سنتين، وحاليا المحاولة رجعت بقوة. منصة مشابهة جدا لمنصة تويتر، فيها نفس الخصائص مجانية، تعويض للعملاء مجانية بالكامل، وتعوض العملاء عن تويتر وتعوض العملاء عن القيود والمشاكل اللي ظهرت في تطبيق تويتر. يعني في عليها سبسكرايبرز حاليا؟ لسه ما طلعت. البارحة كان في مراقب للتطبيقات، طلع نزل التطبيق لمدة تقريبا نصف ساعة على جوجل بلاي، بس تم سحبه مباشرة، الظاهر أنه كان في خلل. وإحنا حالياً مترقبين بأي لحظة أنه ينزل التطبيق أونلاين على جوجل بلاي والأب ستور. طيب، وبالنسبة لبلو سكاي، طبعاً إحنا يعني أنا متخيلة بأنه جاك دورسي أكيد زعلان، لأنه حاسس أنه إيلون ماسك يعني عم بيخرب مشروعه، طفله ابنه اللي هو تويتر، عصفوره الصغير، وعم بيحاول يعمل نسخة تقريبا مطابقة الآن. نعم، بصراحة جاك دورسي يعني عنده سابقة بهالأمور، يعني قبل تقريبا 15 سنة كان عنده موقع باعه لجوجل، وبعدين أنشأ تويتر، وتويتر تفوق على موقع اللي باعه لجوجل اللي هو موقع بلوجر، وحاليا ممكن يكرر نفس السيناريو. يعني احنا عندنا هلا تطبيق بلو سكاي بنفس خصائص تويتر تماما، ما عدا الدايركت مسج لحد الان ما ظهرت، واحتمال كبير انه يعيد نفس السيناريو، لانه عنده
الخبرة السابقة في تأسيس تويتر والتسويق لتويتر والاستراتيجيات اللي تبعها في تسويق تويتر. نعم. طب أنت كمبرمج كمبرمج لتطبيقات، يعني شلون تلقي ولاء المستهلكين؟ شلون من هل يسهل تحويل ولاء المستهلكين من شيء متعودين عليه الى شيء اخر؟ يعني انا واحده من الاشخاص اللي عندي ريزيستنس لهذه او مقاومه للاشياء الجديده. طبعا هذا الكلام نحكي لما احنا نحكي عن التطبيقات اللي تظهر كل يوم، بجر التطبيقات تقلد تويتر بشكل مستمر، ولكن لما تحكي انت عن عملاقين، العملاق الاول اللي هو ميتا والعملاق الثاني اللي هو مؤسس تويتر، فهون لازم نخاف على الموضوع انه ممكن يتغلب على الولاء. فعلا الولاء هو حاجز صعب جدا التغلب عليه، بس لما تتكلم عن عملاقين عندهم الامكانيات سواء الماديه او عندهم الخبره انه يعملوا هذا الشيء، فهذا الشيء متاح. طب احنا باخر يعني عقد من الزمن تعودنا على تطبيقات معينه، انستغرام، تويتر مثلا، فيسبوك، ومع انهم الثلاثه مواقع تواصل اجتماعي لانهم بيعملوا بطريقه مختلفه او حتى يعني متوجهين لجمهور مختلف باعمار مختلفه. لما يصير في عندنا اكثر من تطبيق وفي تنافس، اكثر من تطبيق مشابهين تماما مثل مثلا بلو سكاي تويتر، شو ممكن يصير؟ كيف ممكن انهم يتنافسوا؟ هلا انا برايي الشخصي طبعا الافضل لي لتويتر مثل ما قلت بسبب الولاء، ولكن بس يعني هي في تغييرات كثير في تويتر من قبل ايلون ماسك عم بخلي الناس تغضب تويتر بالضبط، وفي اشياء يعني عم يعني عم تحديثات عم تصير بتويتر ضد اراء مستخدمين تويتر القدامى، فهذا الشيء ممكن يعني يرجح واحد من التطبيقين. هو في الغالب ما راح يطلعوا التطبيقين، في واحد منهم راح يتغلب، والمفروض انه بالنهايه بالنسبه لتطبيق مهمته هو التغريدات لازم يوصل بالنهايه في واحد هو المسيطر على على كان على السوشيال ميديا التغريدات. نعم. طيب نادر، اخر سؤال، يعني برايك شلون نحكم على تطبيق هو ناجح؟ هل هو بعدد الداونلودز التحميلات او التنزيلات؟ هل هو بعدد ساعات الاستخدام؟ شلون نحكم هذا التطبيق ناجح هذا التطبيق فاشل؟ التطبيق الناجح نحكم عليه من الاستدامه، يعني بعد فتره طويله انه ما زال الناس عم يستخدموه، لانه في كثير تطبيقات صار مثل طفره في الداونلودز لفتره بسيطه معينه بعدين تم هجره بشكل يعني نهائي وما عدنا نسمع عنها نهائيا. فالحكم النهائي هو للاستمراريه، للاستدامه، مين التطبيق اللي راح يمشي معنا لاطول فتره ممكنه هو اللي راح يكون فعلا اللي يوصل للنجاح. طبعا بالاضافه الى كثافة الاستخدام هي رح تكون دليل قوي على نجاح هذا التطبيق. نعم. ودليل على أنه التطبيق رح يستمر. نعم. نعم، شكرا جزيلا لك المدير التنفيذي لشركة ريان سوفت أو راين سوفت لبرمجة التطبيقات نادر أحمد عز الدين، شكرا على مشاركتك معنا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.